بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير، سيدات والسادة المستشارين المحترمين، بداية أود أن أشكر السيدات والسادة المستشارين على الأسئلة التي تقدموا بها، ويشرفني أن أستعرض عليكم بعض عناصر الجواب في إطار هذه الجلسة المخصصة لقطاع النقل الطرقي. كما لا يخفى عليكم، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، يعد قطاع النقل الطرقي من القطاعات المهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، كما يشكل بمختلف أصنافه إحدى الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية المبادرات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي وفي تنمية تنافسية الاقتصاد الوطني، كما يساهم داخل التراب الوطني بنسبة 90% في حركية الأشخاص و 75% من نقل السلع دون احتساب الفوسفات. وقد عرفت منظومة النقل الطرقي ببلادنا خلال 20 سنة الماضية إطلاق مجموعة من الأوراش المهيكلة والإصلاحات الهامة التي تهدف إلى تحسين جودة وسلامة الخدمات والرفع من المهنية وتعزيز الأداء والتنافسية والسلامة الطرقية وتطوير ظروف الاستثمار داخل القطاع. وقد أثرت جائحة كوفيد على مردودية المقاولات العاملة في قطاع النقل الطرقي للأشخاص بصفة خاصة بسبب التوقف التام الذي فرضته تدابير الحجر الصحي على بعض أنشطة النقل الطرقي كالنقل العمومي للمسافرين الذي توقف بصفة تامة خلال 3 أشهر الأولى من الحجر، والنقل الدولي للمسافرين الذي ما زال متوقفا إلى حدود الساعة بسبب تعليق الرحلات البحرية، وكذا التوقف الشبه الكلي للنقل السياحي. أما فيما يتعلق بنقل البضائع فقد لوحظ تباين لوقع الأزمة الصحية على مقاولاته، حيث خضعت بعض أنواع النقل لضغط كبير على الطلب مثل نقل المواد الغذائية، في حين خضعت بعض أنواع النقل أخرى عرفت تراجعا مثل نقل السيارات، مما أثر سلبا على التوازنات المالية للمقاولة النقلية. وفي إطار التفاعل الإيجابي مع وضعية مهني قطاع النقل لتخفيف آثار الأزمة الصحية والإعداد لمرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، عملت الوزارة على تنزيل مجموعة من الإجراءات الإدارية والعملية تأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية ببلادنا. نذكر منها إعداد دفتر للتحملات يخص نقل المسافرين، يتضمن الإجراءات التي يتوجب على المقاولات احترامها لحماية الصحة والسلامة، مع العمل على ملائمة العرض والطلب من خلال الرخص الاستثنائية لتفادي حالة الاكتظاظ، حيث تم منح حوالي 1900 رخصة لنقل المسافرين بين المدن في الفترة الممتدة من 17 إلى 23 مارس 2020. مواصلة تنفيذ برنامج تجديد الحظيرة بغلاف مالي يناهز 250 مليون درهم خلال سنة 2021، المساهمة في تحديد فئة من شغيلة قطاع النقل والمصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد الاستفادة من منحة التوقف عن العمل في إطار صندوق كوفيد، تمديد مدة سريان صلاحيات الوثائق الخاصة باستغلال المركبات مثل رخص السياقة، البطائق الرمادية أو محاضر المراقبة التقنية للعربات. تم أيضا تعبئة وتعزيز الموارد البشرية والرفع من وثيرة عملها لمعالجة الملفات المتعلقة بقطاع النقل الطرقي من أجل مواكبة المهنيين خلال فترة الجائحة. الترخيص بصفة استثنائية للشركات العاملة في نشاط نقل المستخدمين لحساب الغير لتعزيز أسطولها بمركباتها المستغلة في نشاط النقل السياحي أو النقل العمومي للمسافرين، خاصة خلال فترة تحديد 50% كنسبة ملء الحافلات، وذلك من أجل تدعيم قدرة حاضرة نقل المستخدمين استجابة للطلبات الملحة لهذا النوع من النقل آنذاك. تم أيضا التوقيع على عقد برنامج لدعم وإقلاع القطاع السياحي، والذي شمل أيضا شركات النقل السياحي ووكالات كراء السيارات، إذ تم تمديد مدة استغلال المركبات الخاصة بهما. كانت تلكم نظرة مقتضبة حول الإجراءات المتخذة لمواكبة العاملين بالقطاع والتخفيف من آثار الأزمة عليهم. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة المستشارين المحترمين،
سأستعرض عليكم الآن الأجوبة الخاصة بالأسئلة التي تفضلتم بطرحها في إطار موضوع جلسة اليوم حول النقل الطرقي ببلادنا، والتي تطرقت للمحاور التالية. المحور الأول تأهيل وتطوير وتحديث قطاع النقل الطرقي. المحور الثاني الرؤية من أجل تحسين ظروف اشتغال العاملين وجاذبية الاستثمار بقطاع النقل الطرقي. المحور الثالث التدابير المتخذة لتنظيم قطاع نقل المسافرين. والمحور الرابع لتخص السلامة الطرقية. بالنسبة للمحور تأهيل وتطوير وتحديث قطاع النقل الطرقي، أود في البداية أن أشير إلى أن إصلاح وعصرنة قطاع النقل الطرقي يستلزم العمل المشترك مع المهنيين من أجل تأهيل الإطار التشريعي والمؤسساتي للقطاع، الرفع من مهنية المقاولات النقلية والعاملين بها، الحد من نسبة القطاع الغير المهيكل وإدماجه في القطاع المنظم، تشجيع الاستثمار بالقطاع، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلات القطاع. وفيما يخص النقل الطرقي للبضائع، فقد قامت الوزارة بتحرير هذا القطاع بموجب القانون 1699 الذي نص على إلغاء نظام الترخيص وتحرير ولوج مهن النقل الطرقي للبضائع باعتماد معايير تقنية ونوعية، وحذف احتكار المكتب الوطني للنقل. وكانت لهذا الإصلاح منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2003 نتائج مشجعة في مجال تنظيم القطاع من خلال تهيئ الظروف الملائمة لبروز مقاولات نقلية مغربية تنافسية والرفع من مهنية وجودة الخدمات المقدمة. وقد مكن هذا التحرير من تشجيع الاستثمار بالقطاع، إذ يبلغ حاليا عدد مقاولات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير حوالي 72,000 مقاولة نقلية بحاضرة تبلغ تقريبا 103,000 مركبة، فيما يبلغ عدد المقاولات التي تؤمن نقل البضائع لحسابها الخاص ما يقارب 29,000 مقاولة. كما مكن أيضا القانون رقم 5205 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر 2010، من تعزيز دينامية الإصلاح في هذا القطاع الحيوي. ولمواكبة هذا الإصلاح وتنظيم وتأهيل الفاعلين في النقل الطرقي للبضائع، تم التوقيع على عقد برنامج 2011-2013 بين الوزارة ومهني النقل. كما نظمت الوزارة يوما دراسيا خلال سنة 2018 حول هيكلة وتطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع. ومنذ ذلك التاريخ عقدت الوزارة مع ممثلي الهيئات المهنية اجتماعات متتالية ومنظمة لإعداد عقد برنامج جديد ودراسة إشكالية تطوير وعصرنة القطاع. وتفعيلا لمبدأ العمل المشترك مع المهنيين، ترأست شخصيا عددا من اللقاءات ابتداء من الأسبوع المنصرم وإلى غاية صباح هذا اليوم مع مختلف الفئات العاملة بالقطاع، كل فئة على حدة، للوقوف على مشاكل كل صنف وكذا الأولويات التي يجب الاشتغال عليها، وسيتم تدقيقها خلال الاجتماعات المرتقب تنظيمها مع المهنيين ابتداء من شهر يناير 2022 قصد ترجمتها إلى برنامج عمل واضح. أما بخصوص تأهيل قطاع النقل الطرقي للمسافرين بين المدن، فإن هذا القطاع يضم 1743 مقاولة نقلية بحاضرة تبلغ 2152 مركبة، 62% منها يقل عمرها عن 15 سنة. كما يبلغ عدد الرخص المسلمة بهذا القطاع 3495 رخصة. ويوفر هذا القطاع نسبة هامة من التنقلات ما بين المدن تقدر ب 35%. يجب التذكير أن هذا القطاع مؤطر بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق. ومن أجل تطوير منظومة نقل المسافرين وتأهيلها، قامت الوزارة سنة 2018 بتنظيم يوم دراسي تم خلاله تدارس مشروع عقد برنامج لإصلاح القطاع. ومن أجل مواصلة المجهودات الهادفة إلى إيجاد الحلول الناجعة لعصرنة القطاع وتقديم خدمات تتماشى وتتطلعات المواطنين، تعتمد الوزارة حاليا على مقاربة تشاركية
تهدف إلى تأهيل الفاعلين في القطاع والقيام بإصلاح هيكلي ومؤسساتي مع الحفاظ على المكتسبات ومراعاة النقط التالية: ضرورة ملائمة المقتضيات القانونية والتنظيمية مع المستجدات التي عرفتها بلادنا، ضمان استدامة خدمات النقل والجودة وتوفير العرض والحفاظ على السلامة الطرقية، تأطير القطاع والسهر على تكامل جميع أنماط النقل للمسافرين. وفي هذا الإطار ترأست اجتماعا يوم الاثنين 13 نوفمبر مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي للمسافرين، تم خلاله عرض مجمل الإشكالات التي يعاني منها القطاع وخاصة أثر الجائحة على مردوديته، وتم الاتفاق على منهجية للعمل المشترك تهدف إلى تحديث هذا النمط من النقل وتشجيع الاستثمار به. وابتداء من شهر يناير المقبل ستنكب الوزارة بمعية المهنيين على وضع خارطة الطريق للسنة المقبلة لمعالجة القضايا التي تروم النهوض بالقطاع. أما بخصوص تأهيل قطاع النقل السياحي فإن هذا القطاع يساهم في العرض السياحي الوطني والخدمات السياحية، وقد عرف هذا القطاع في السنوات الأخيرة تطورا ملموسا ساهم في الرفع من أدائه وتنويع العرض وتطوير الاستثمار المرتبط به، حيث يشتغل به حاليا حوالي 1670 مقاولة نقلية بحاضرة مركبات يصل عددها إلى 5107 مركبة، 57% منها يقل عمرها عن 5 سنوات. ويؤطر هذا النشاط أساساً الظهير الشريف لسنة 1963 وكذا دفتر التحملات المتعلق بالنقل السياحي، بحيث يحدد هذا الدفتر شروط الولوج إلى المهنة وشروط الممارسة. ومن أجل مواكبة القطاع قامت الوزارة بعقد اجتماع يوم الثلاثاء 14 نوفمبر مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل السياحي، تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا وعلى رأسها الانعكاسات السلبية التي فرضتها جائحة كورونا على هذا القطاع، حيث تم التذكير بكل الإجراءات التي قامت بها الحكومة سواء تعلق الأمر بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم، فضلا عن تسهيلات إضافية للمهنيين تخص تسديد أقساط القروض في إطار المشاورات مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتمديد أيضا صلاحية استغلال رخص المركبات. وقد أفضى هذا اللقاء إلى التزام الطرفين بمواصلة الحوار المسؤول والجاد عبر عقد سلسلة من اللقاءات خلال 2022، وذلك من أجل بلورة تصور متكامل وتشاركي للنهوض بالنقل السياحي يتماشى مع الرؤية المستقبلية لعصرنة وتطوير القطاع ويستجيب لتطلعات وانتظارات المهنيين. أما بخصوص تأهيل النقل بالعالم القروي فإن الحكومة جعلت من النهوض بالعالم القروي إحدى الروافد الأساسية للسياسة النموية ببلادنا، ولتحقيق هذه الغاية عملت الوزارة على وضع دفتر للتحملات من أجل استغلال خدمات النقل المزدوج بالعالم القروي، يحدد شروط استغلال هذا النوع من الخدمات ويتوخى توفير شروط السلامة والجودة لساكنات العالم القروي. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بإنجاز دراسات القرب بمعية السلطات والمجالس المحلية همت 58 إقليم، مكنت من تحديد المعطيات المتعلقة بدواعي تنقلات المواطنين بالعالم القروي ووسائل النقل المتوفرة، وكذا الحاجيات المستقبلية لساكنات كل جماعة قروية من وسائل النقل. وتشكل هذه المعطيات أرضية للجان الإقليمية للنقل ومصالح الوزارة لدراسة طلبات الحصول على رخص النقل المزدوج. وجدر الإشارة أن إجمالي عدد الرخص المنوحة يبلغ 3870 رخصة، فقط 1418 منها مستغلة. وستواصل الوزارة مواكبة الأقاليم المعنية بهذا النوع من النقل من أجل الاستجابة للطلب وتوفير خدمات نقلية تتماشى مع حاجيات النقل لساكنة العالم القروي. سيد الرئيس، سيدات والسادة المستشارين المحترمين، فيما يخص تحسين ظروف اشتغال العاملين وجاذبية الاستثمار بقطاع النقل الطرقي، فإن الوزارة تركز حاليا على تجديد الحاضرة وتأهيل الموارد البشرية والحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع. ففي الشق المتعلق ببرنامج تجديد حاضرة مركبات النقل الطرقي، تبنت الوزارة منذ سنة 2008 عدة برامج الهدف منها تجديد الأسطول المتقادم من خلال منحة لفائدة المستفيدين من تجديد وتكسير العربات التي يتجاوز عمرها 20 سنة،
وقد امتدت هذه البرامج على مدى 3 سنوات إلى غاية ما تم سنة 2016. وبعد توقف البرنامج سنة 2017 عملت الوزارة من جديد على إعادة برمجته سنة 2018 على مدى 3 سنوات جديدة 2018-2020، غير أن هذا البرنامج اقتصر فقط على المركبات التي يفوق عمرها 20 سنة. وتجاوباً مع ملتمس مهني القطاع، عملت الوزارة في إطار قانون المالية لسنة 2019 على توسيع هذا البرنامج لحاضرة المركبات التي يفوق عمرها 15 سنة ويقل عن 20، وكذا الرفع من قيمة المنح وتمديد البرنامج إلى غاية 2023. وقصد المزيد من المرونة والفعالية لهذا البرنامج، فقد تم نقله إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التي قامت إلى غاية دجنبر 2021 بمعالجة حوالي 900 ملف بغلاف مالي يقدر ب 140 مليون درهم. أما بخصوص تأهيل الموارد البشرية فئة السائقين، فقد نظمت مدونة السير على الطرق مجموعة من المقتضيات الخاصة بالسياقة المهنية التي تصب في تأهيل مهنة السياقة من خلال التكوين التأهيلي الأولي والمستمر للحصول على بطاقة السائق المهني، والتي من شأنها النهوض بالأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة من المهنيين. ومن أجل مواكبة المهنيين، قامت الوزارة بتحمل مصاريف التكوين في إطار اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومعاهد خاصة للتكوين. وقد بلغ عدد الملفات الموضوعة لدى مراكز التكوين بالنسبة للنقل الطرقي للبضائع 40,000 ملف، منها 26,500 تمت برمجتها خلال سنة 2020. وقد استفاد من التكوين إلى حدود نوفمبر 2021 ما يناهز 18,000 سائق مهني بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم. ومن أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية لشغيلات القطاع، وفي إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بتفعيل التغطية الاجتماعية والصحية بالنسبة لفئة المهنيين غير الأجراء العاملين بقطاع النقل الطرقي للمسافرين والبضائع، سيتم قريبا تنظيم جولات مشاورات خاصة بهم، والعمل على تسريع وتيرة إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من الخدمات الصحية والاجتماعية في أقرب الأجال. أما فيما يتعلق بتجويد خدمات القرب الموجهة سويا للمواطنين والمهنيين، فقد قامت الوزارة سواء عبر مصالحها الخارجية المتمثلة في مصالح النقل الطرقي أو من خلال مراكز تجهيز السيارات بتوفير مجموعة من الخدمات المهمة كتسليم مختلف الرخص المتعلقة بأنشطة النقل الطرقي وتنظيم امتحانات الحصول على رخص السياقة وشهادة تسجيل المركبات والقيام بعمليات المصادقة الانفرادية على المركبات ذات الوزن الخفيف. كما تم خلال هذه السنة التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون مع مجموعة البريد تهدف إلى تجويد الخدمات من خلال تفويض بشكل تدريجي عملية استلام واختزال الملفات المتعلقة برخص السياقة وشهادة تسجيل المركبات لدى الوكالات التابعة لمجموعات البريد. سيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، أما بخصوص التدابير المتخذة لتنظيم فترات ذروة طلب على خدمات النقل بالحافلات خلال المناسبات والعطل، فهنا يجب التذكير أنه خلال المناسبات والعطل تعرف وسائل النقل العمومي للمسافرين ضغطا شديدا في المحطات الطرقية بسبب التزايد الكبير في الطلب على بعض الخطوط مقارنة بالعرض المتوفر. ومن أجل مواكبة تنقل المواطنين، تقوم الوزارة بمنح العدد اللازم من الرخص الاستثنائية لحافلات النقل العمومي للمسافرين لسد الخصائص المسجل في تلك الخطوط. كما تتوصل الوزارة بشكاية تتعلق بزيادة في أثمنة بعض الوجهات، وهنا يجب التذكير بأن تحديد أسعار تذاكر الحافلات للنقل المسافرين مؤطر منذ 1996 بمقرر وزاري، كما أن اللجان المحددة من طرف السلطات المحلية تقوم بمراقبة الأسعار خاصة في أوقات الذروة وتتخذ الإجراءات الجذرية الملائمة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، بخصوص السلامة الطرقية، أؤكد لكم بأن ورش السلامة الطرقية يحظي باهتمام كبير وحظي باهتمام كبير في جميع المخططات الاستراتيجية للحكومات المتعاقبة منذ 2003،
وتعد سنة 2021 السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الأول الذي تم تنزيله في ظل تنفيذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026 والتي حددت هدفا جد طموح وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير بنسبة 50% في أفق سنة 2026 بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2016. وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث فئات من مستعملي الطريق والتي تتمثل فيما يلي: الراجلين والذين يمثلون ما يعادل 28% من مجموع القتلى، الدراجات التي تمثل ما يعادل 24% من مجموع القتلى، والأطفال أقل من 14 سنة الذين يمثلون ما يعادل 10% من مجموع قتلى الطرق. وسيرتكز عمل الوزارة على إجراءات تهم أساساً تأطير السلوك البشري وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وتحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات وتأهيل البنية التحتية الطرقية والرفع من سلامة المركبات وتعزيز المراقبة الطرقية. أما على مستوى تعزيز المراقبة، تقوم الوزارة حالياً بتثبيت 552 جهاز للمراقبة والمعاينة الآلية لمخالفات قانون السير، وذلك بغلاف مالي قدره 280 مليون درهم، بالإضافة إلى تزويد مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني ب 120 رادار محمول. السيد الرئيس، حضرة السيدات والسادة المستشارين المحترمين، إن الإشكالات التي يعرفها قطاع النقل تعتبر منطلقاً لبناء تصور استراتيجي أساسه معالجة هذه الإشكالات وإيجاد الحلول الناجعة لتحديثه وتنميته في إطار تشاركي، أخذاً بعين الاعتبار أهداف النموذج التنموي الجديد وضرورة تفعيل الجهوية المتقدمة. وفي هذا الإطار سيرتكز عمل الوزارة انطلاقاً من السنة المقبلة على الأولويات والتوجهات التالية: أولاً، إرساء منهجية فعالة للعمل المشترك مع المهنيين، وذلك بتكثيف الحوار من أجل مواكبة الفاعلين في قطاع النقل. ثانياً، دعم الحكمة الجيدة في قطاعي النقل واللوجيستيك ببلادنا. ثالثاً، تحيين الاستراتيجيات القطاعية في ظل التطورات التكنولوجية وانعكاسات الأزمة الصحية وإعطاء هذه الاستراتيجيات دينامية جديدة. رابعاً، تسريع وثيرة تهيئة المحطات اللوجستيكية التي تعتبر لبنة أساسية لتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنافسية اللوجستيكية. خامساً وأخيراً، وضع تصور من أجل تحقيق الانتقال الرقمي لقطاع النقل ببلادنا. وسيتم العمل على تنزيل هذه الأولويات والتوجهات في إطار عمل مشترك مع كافة المتدخلين وسن مقاربة جادة ومسؤولة تساير تنمية هذا القطاع الحيوي ببلادنا استجابة لانتظارات وتطلعات المهنيين والمواطنين. شكرا والسلام عليكم.